تعرفون مؤدي شخصيه ديمون من مسلسل هاوس اوف ذا دراجون الشهير؟ كلنا نعرفه، ياب كلنا نعرف. الممثل اسمه مات سميث، وقبل كم يوم بالمناسبه صار عمره 40 سنه، العمر كله يا باشا. المهم يا جماعه، الادمي هذا قبل ما يصير ممثل كان يبغى يصير لاعب كره قدم محترف، ياب لاعب كره قدم محترف. وبعدين ليش منصدمين؟ الادمي انجليزي، والانجليز معروف انهم يحبون الكوره. المهم يا جماعه، انه قطع شوط طويل جدا في رياضه كره القدم، وكان على وشك انه يوصل للعالميه، يعني حرفيا لولا الظروف ولا كان شفناه في مانشستر يونايتد ولا اي نادي انجليزي ثاني. المهم يا جماعه، وللاسف حصلت له اصابه في ظهره خلته يعتزل مباشره كره القدم. جلس كذا حاط رجل على رجل حزين، ولكن بعدها جاء واحد من اصدقائه وسجله في صف المسرح والدراما. وبالرغم من انه كان يرفض التمثيل ويكره فكره الشهره ويشوف انها ممكن تاثر على خصوصيته، الا انه مع الوقت بدا ينجرف مع التمثيل المسرحي، وحبه حبه بدا الولد ينغمس في عالم التمثيل الى ان وصل الى عالم الشهره. لاعب كره قدم كان على وشك الاحتراف، صارت له اصابه، خش على عالم التمثيل وصار محترف. يقلع ام القوه يا شيخ، يقلع ام القوه يا مات سميث. اي مين دايم، هذه الحاجات ما تحصل دائما يا جماعه. يا هلا والله بالجميع، معكم الوجيه، كيف حالكم يا جماعه؟ ان شاء الله تكونوا دائما بخير وصحه وعافيه. يمكن تشوفوا ان الغرفه فاضيه وفي خربطه وقرابع ورايا، بس مسوي الزحمه هذيك ورايا علشان يخف الصدى اللي في الغرفه. قبل كم يوم انكسرت واحده من الكنبات اللي ورا، ناديت معلم الكنب قلت له بالله يصلح لي الكنب، وشال الكنبتين كلها وقال لي برجع لك بعد 10 ايام، يعني بقعد 10 ايام في الصدى هذا والازعاج. رغم اني مركب عوازل ترى هنا، وفي عوازل كمان هناك باقي ما ركبتها، يمكن اركبها علشان اخفف الازعاج، ستيل في صدى، ان شاء الله ما يطلع لكم في الفيديو. المهم يا عزيزي الوجيه، حياك الله في برنامج اخبار هوليوود، البرنامج اللي نناقش فيه اخر اخبار الممثلين والممثلات والسينما والتلفزيون بشكل عام، والقليل من خارج هوليوود كمان، كلها اخبار في النهايه. عشان لا تطول المقدمه عزيزي الوجيه، اشترك لي في القناه لو ما كنت مشترك، وفعل جرس التنبيهات على طريقك. ولو اعجبك الفيديو وحاب تدعم القناه، اضغط على زر اللايك، لانه اكثر شيء ممكن تدعم فيها القناه وبلاش. وتعال تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي والديسكورد والتويتش، كلها موجوده في صندوق الوصف. ولو عندك اي اهتمام ولو بسيط في لعبه ماينكرافت، تعال تابعنا على قناه الالعاب، برضو موجوده في صندوق الوصف. غير كذا اربط حزامك ويلا بينا نشوف شخبار هوليوود. وارنر بروز يا جماعه يقولون انه ما عندهم اي مشكله في صنع المزيد من الافلام والاعمال المشتقه من عالم هاري بوتر، يعني زي فانتاستيك بيست اللي احداثه تدور قبل احداث هاري بوتر بسنوات كثيره. ولكن الموضوع مش بيد وارنر براذرز، ولا كان سووها من زمان. الموضوع والموافقه النهائيه مرهونه على يد الكاتبه جوان رولينج، واللي هي مؤلفه ومبتكره عالم هاري بوتر. مضيق عليهم، ما في شيء يطلع من تحت عالم هاري بوتر الا بموافقتها. انت ايش رايك عزيزي الوجيه؟ هل انت مستعد تشوف المزيد من الاعمال المشتقه من عالم هاري بوتر، ولا نكتفي بهاري بوتر فانتاستيك بيست اللي جابوا ام العيد فيه برضه؟ اسبوع واحد يا جماعه يفصلنا عن الفيلم المنتظر لمارفل بلاك بانثر وكاندا فور ايفر، واللي راح يقدم ملحمه يفترض راح تكون واحده من اهم الملاحم في عالم مارفل. شخصيات جديده راح يتم تقديمها، احداث وتصادمات جديده بين عوالم مختلفه، اقصد البحر والارض مش عوالم موازيه، يمكن عوالم موازيه ما ادري. غير كذا يا جماعه، يشاع انه فيلم بلاك بانثر الجزء الثاني كان مخطط له خطه ثانيه تماما، لولا رحيل تشادويك بوزمان مؤدي شخصيه بلاك بانثر المؤسف. قال انه فكرة الفيلم او الجزء الثاني من بلاك بانثر كانت بتكون فكرة مختلفة تماما، وان احداث الفيلم كانت بتدور في الفترة ما بعد السنابة تبع ثانوس، وكيف راح يتعامل معها تشالا او بلاك بانثر. طبعا بتقول يا وجيه تعال، تشالا او بلاك بانثر من الناس اللي اختفوا بعد السنابة تبع ثانوس. احسنت، انت مذاكر كويس. ولكن القصة كانت مفروض تكون ما بعد هزيمة ثانوس، وما بعد رجوع ال 50% من الناس والبشر والعالم اللي اختفوا من هذا الكون. كان المفروض انه الفيلم يعالج قصة الخسائر اللي حلت بواكاندا بعد معركتهم مع ثانوس في فيلم انفينيتي وور. كلنا فاكرين معركة واكاندا حصلت فيها خسائر مليانة. عموما يا جماعة، ايا كانت القصة اللي راح تصير ما علينا منها، لانها ما راح تصير، علينا في القصة اللي راح تصير. اهم شيء ما يجي الاسبوع الماضي الا وموفي سينما فتحوا السينما اللي عندنا اللي لها 3 شهور هم يسووا لها صيانة. الممثل جيان كارلو يا جماعة ينضم رسميا الى طاقم الممثلين في الجزء الثاني من فيلم جنتلمان او ذا جنتلمان. وفي حال انك ناسي، احب اذكرك انه الجزء الاول من ذا جنتلمان كان فيلم جدا رهيب، يكفي انه من اخراج جاي ريتشي ومن بطولة ماثيو ماكونهي وغيرهم من النجوم والاسماء الكبيرة اللي تواجدت في هذا الفيلم، فلا يفوتك يعني الزبدة. على كل حال يا جماعة، الجزء الثاني من The Gentleman ما راح يكون فيلم، يب راح يكون مسلسل وبوجوه جديدة ونجوم جدد. المسلسل الآن في هذه اللحظة اللي أنا جالس أصور هذا الفيديو وأنت جالس تتابعه فيه قاعدين يصورون. ما في أي معلومات كثيرة عن المسلسل إلى الآن، ولكن كالعادة تعرفون الوجيه بيظبطكم إن شاء الله مستقبلا. ولكن يا جماعة، الخبر اللي مش حلو عن هذا المسلسل هو إنه بيكون من إنتاج نتفليكس. أوكي هدوء،
هدوء هدوء يا جماعة، صلوا على النبي، خلونا نراهن على جاي ريتشي ونسحب على نتفليكس. أوكي أخذ لك الخبر هذا، يشاع ويقال إنه نتفليكس تقول لك يشاع إذا بتشترك عندهم مستقبلا في الباقة المخفضة اللي تظهر لك فيها إعلانات واللي بقيمة $7 تقريبا، ما راح تقدر تتابع كل المسلسلات والأفلام الموجودة عندهم في المنصة. يا شيخ أو والله الإشاعات وبعض المصادر بتقول كذا، يعني تشترك بحوالي $7 وتظهر لك إعلانات داخل المنصة، وبعدين تيجي تدور على مسلسل أو فيلم معين يقول لك لا حبيبي سوي أبجريد ادفع فلوس. طب أنا دافع $7، لا معلش ادفع زيادة. الله عليكم من نتفليكس لو الكلام هذا صحيح ترى مصيبة، إن شاء الله إنه إشاعة. ما عليكم من نتفليكس، تعالوا خذوا هذا الخبر الحلو، مش أكيد للحين بس الخبر هذا ما زال يتجول في الأرجاء الأيام الماضية. يقال إنه مارفل حاطة عينها على الممثل بوب أودينكيرك للمشاركة في فيلم أو مسلسل وندر مان. ياب مؤدي شخصية سول جودمان من مسلسل بيتر كول سول، مارفل حاطة عينها عليه. أيوة طيب وش الدور اللي معطينه إياه؟ عاد إيش الدور اللي بيعطونه إياه؟ الله أعلم، ولكن الأكيد إنهم حاطين عينهم عليه وراح يعطوه دور معين في هذا المسلسل. طبعا أنا ما أعرف شخصية وندر مان وأنت غالبا ما تعرفها. يقال إنه شخصية وندر مان يا جماعة كان إنسان طبيعي جدا، ولكنه خضع لتجربة معينة حولته إلى إنسان خارق أو رجل خارق، وصار يقدر يطير ويقدر يقفز قفزات عالية ما بين المباني، ويقدر يخلق أدوات صلبة بواسطة الطاقة، ويقدر يتحكم بالمجالات الكهرومغناطيسية، غير إن عنده جلد جدا قوي يتحمل أقوى الطلقات وأقوى الضربات، والأهم من هذا كله عنده القدرة على التعافي من الإصابات الخطيرة بشكل جدا سريع. أما بالنسبة لمين راح يكون مؤدي الشخصية، شخصية وندر مان، راح يقدمها الممثل يحيى عبد المتين. ما في معلومات كثيرة عن المسلسل إلى الحين، ولكن بشكل عام قد جاب مارفل يرحم أمكم لا تجيبوا العيد. خبر سريع سريع جدا، فيلم دون الجزء الثاني راح نشوفه بمشيئة الله تعالى بعد سنة كاملة بالضبط بعد تاريخ هذا الفيديو أو من تاريخ هذا الفيديو، زيد يوم نقص يومين حاجة زي كذا، سنة كاملة ونشوف فيلم دون الجزء الثاني، واللي هو واحد من أكثر الأفلام اللي أنا مرة منتظرها ومتحمس له. ومسلسل ساند مان رسميا يا جماعة تم تجديده إلى موسم ثاني. ما عليكم مني، ولكن المسلسل هذا يا جماعة جورج آر مارتن شخصيا جلس يطبل له حسسني إن هو اللي كاتبه، فما أدري صراحة، أنت تابع وحكم بنفسك. والممثلة أوبري بلازا يا جماعة تنضم رسميا لطاقم مسلسل أغاثا. أغاثا اللي هي كانت الساحرة الشريرة في مسلسل وان ديفيجن، راح يكون لها مسلسل خاص مستقبلا، والممثلة أوبري بلازا راح تكون أحد طاقم هذا المسلسل. عاد إيش الدور اللي بيعطونها؟ الله أعلم. العجيب إنه الخبر عادي صح، مرة عادي، ولكن في تويتر التغريدة حصلت على أكثر من 44,000 لايك. 44,000 لايك لخبر زي كذا ليش؟ في شيء أنا ماني شايفه في هذه الممثلة. أوكي أعرفها بس ما هي مشهورة لهذه الدرجة، يمكن مشهورة في مسلسل أنا ما أعرفه، والله ما أدري. عموما ننتظر ونشوف. ففيلم أفاتار The Way of Water يا جماعة يحصل على بوستر دعائي جديد، عاد الحماس لهذا الفيلم مرة ما يحتاج، وشركة الإنتاج كل ما لا تحمسنا أكثر. والفيلم بشكل عام قادم الشهر الجاي، وأكرر يا رب إنه السينما وقتها تكون فتحت اللي عندنا يرحم أمكم فكوها. ورسميا مسلسل The Last of Us يا جماعة المشتق من اللعبة الشهيرة The Last of Us راح يتكون المسلسل رسميا أو الموسم الأول منه من 9 حلقات فقط، وراح يتوفر بكافة الجودات على منصة HBO Max، تقدر تتابعه ب 720 1080، ولو تعب تقدر تتابعه 4K. هذا الكلام يا HBO، أمال كثيرة محطوطة على هذا المسلسل، يرحم أبوكم يا رب يطلع قد التطلعات. مارفل يا جماعة صرحت إنها ما راح تقدر تشتغل مع الأخوين روسو أو المخرجين روسو الفترة الجاية لأنه جدولهم شوية مضغوط وما عندهم وقت بلا بلا بلا. اللي ما يعرف الأخوين روسو اللي هم أخرجوا فيلم Infinity War وفيلم Endgame، مخرجين كبار وندق لهم تحية. عموما الأخوين روسو ما سكتوا، يعني كان عندهم رد كذا على السريع يعني من تحت الطاولات، قالوا والله اصلا احنا مشغولين الين سنه 2030، يعني ما راح نقدر نشتغل مع مارفل برضه. دا حلو يا روسو، رد جميل. في فيلم يا جماعه قادم سنه 2023، ما ودي اقول لكم انه واو حماس وما ادري ويش، لان انتم عارفين يا جماعه الحماس الزايد احيانا ينتهي بخيبه امل، وسلسله شخبار هوليوود اكبر دليل. الصراحه فكره الفيلم مثيره للاهتمام الى حد كبير. اوكي ما هي جديده مره بس فكره مثيره للاهتمام. الفيلم اسمه ميغان وراح ينزل سنه 2023 عن دميه يتم صناعتها مخصوص علشان تسلي طفله معينة داخل بيت معين، أو أتوقع إنه هذا الغرض من هذا الاختراع إنها تسلي الأطفال، ولكن فجأة الدمية هذه تتحول إلى وحش قاتل ومتهور ويجيب أم العيد ويقلب أم الدنيا فوق تحت. ممكن تتفق معايا وممكن تختلف معايا في قضية هل فكرة الفيلم مثيرة للاهتمام ولا لأ، بس لما تشوف التريلر وتشوف شكل الدمية غالبا بتتفق معايا، صح ولا لا؟ اتفقت معايا صح صح. الغريب في الموضوع انه الفيلم مصنف كرعب وخيال علمي، وفي نفس الوقت مصنف على انه مناسب لمن هم فوق 13 سنه. كيف شلون ازاي انا مش عارف والله، انتظروا نشوف. الخبر هذا والله صدمني وصدم ام البشريه قبل كم يوم على تويتر. مسلسل ويست وورد يا جماعه اتكنسل، اتلغى، نو مور ويست وورد، بحه خلاص كذا فجاه قالوا كات، مع
على السلامة ما نبغاه. ليش؟ ما حد داري ايش السبب. ممكن تكون مشكلة فلوس، ممكن تكون مشاكل إبداعية، الله أعلم. بس معليش يا جماعة، خلونا نتفق على حاجة. مسلسل ويست وورد الموسم الأول والثاني كانوا من أروع ما يكون، ونكاد نقول عنهم 10 على 10. بس الموسم الثالث، الموسم الرابع بدأ المسلسل يغوصوا فيه كذا أكثر من اللازم، ويحوس أم الدنيا. لو إنهم اختتموه في الموسم الثالث أو بعد الموسم الثالث كذا بطريقة معينة كان قلنا أوكي. فحكاية إنه مسلسل ويست وورد تكنسل، أوكي صدمني الخبر، بس ماني زعلان، أوكي عادي تكنسل. لأنه مثل ما قلت لكم الموسم الأخير بالتحديد والله غاصوا فيه أكثر من اللازم، وحاسوا أم الدنيا، وحسيت إنه إيش قاعد يصير. This is not ويست وورد anymore. عموما يا جماعة، أنتوا إيش رأيكم في هذا الخبر؟ وهل تأيدون استمرار أو انقطاع؟ هو انقطع وخلاص، بس يعني لو في فرصه انهم يكملوه تبغوا يكملون ويست وورد ولا لا؟ كوينتين ترنتينو يا جماعه صرح تصريح مره مجنون، يقول انه ما راح يشتغل لا مع مارفل ولا مع دي سي كذا بكيفه. لا امزح، في سبب، مش لانه ما يبغى او لانه يرفض الابطال الخارقين، ولكن ببساطه كوينتين ترنتينو يقول انا ماني موظف، المخرجين الثانيين يتم توظيفهم علشان يقدمون او يخرجون افلام مارفل وافلام دي سي وغيرها، وانا مش موظف، انا ما اخرج الافلام لاحد، انا اخرج افلامي الخاصه. فيما معناه يعني انا اخرج افلامي الخاصه، اكتبها بنفسي وابحث لها عن مولين بنفسي واخذ فلوسها بنفسي. كلام جوته كلام ترنتينو، ما نقدر نقول لك حاجه، هدي اعصابك اوكي، لا تخرج اي شيء لا دي سي ولا مارفل، دوس يا خنفوس، بس لا تعتزل يعني، حاول تعيد النظره في فكره الاعتزال هذه اوكي. ايلون ماسك يا جماعه من يوم ما مسك تويتر واشتراه حاس ام الدنيا، عاد بشكل سلبي بشكل ايجابي، كل واحد يشوف الموضوع بوجهه نظر. عموما يا جماعه اللي يهمنا من هذا الخبر هو انه ايلون ماسك فجاه فصل 50% من موظفين تويتر كذا، قالهم برا. والموظفين الغلابه ضعاف الله اطلقوا على هذه الحمله حملة ذا سناب، يقصدون فيها السناب او الفرقعة تبع اصبع ثانوس اللي محى فيها نصف الكون. كان الله في عونكم يا موظفين تويتر. ايلون ماسك يا جماعة اوكي انسان عبقري وتاجر رجل اعمال وعنده مصايب وعنده ثروات كثيرة، بس والله ترى ممكن ثور تلاقيه اوه ثانوس سوى كذا علشان بسوي زيه، يسويها ترى خبل. هنري كافل يا جماعة كلنا عرفنا في الفيديو الماضي انه راح ينسحب من دور ذا ويتشر في مسلسل ذا ويتشر في الموسم الرابع، ولكن الغريب يا جماعة انه قبل كم يوم طلع خبر يقول انه هنري كافل كان ناوي ينسحب من الموسم الثاني. يا ساتر، اي والله، حجة انه كان هنري كافل يبغى من الكتاب انهم يقتبسوا من الرواية قدر الامكان او على الاقل باكثر دقة ممكن. اها كذا نظامكم من نتفليكس، ها زعلتوا الرجال ورحتوا كمان تحوسوا في الرواية وتقتبسوا منها اقتباسات خاطئة وتجيبوا ام العيد فيها. حلال فيكم والله، حلال فيكم من نتفليكس، ليتوا من بدري سواها كمان. معذور يا هنري، والله معذور، روح والقلب داعي لك. الخبر الجاي فيه حرق لمسلسل آلة التنين، فاذا ما تابعته احب اقول لك افقع او سكيب لهذا الخبر وخش على الخبر اللي بعده. صرح مخرج الحلقه الاخيره من مسلسل هاوس اوف ذا دراجون وقال انه المعركه الاخيره اللي تمت بين ايموند وبين لوسيرس وتنانينهم في السماء تم استلهامها من فيلم الانيميشن هاو تو ترين يور دراجون، ولو تشوفون المشهدين راح تلاحظون في تشابه مره فعلا كبير. حلو، الحرب قامت بالغلط، المشهد كمان مقتبس، ليش لا. الممثله لوبيتا يا جماعه تم تعيينها ضمن طاقم الممثلين في سلسله افلام كوايت بليس، وراح نشوفها في الجزء الثالث. عاد لو ما تابعت الجزء الاول من هذه السلسله ولا الجزء الثاني احب اقول لك يا حظك يا شيخ، يا حظك، من اقوى السلاسل المرعبه واللي تدور في عالم النجاه او السرفايفل، حاجه فاخره من الاخر ومكتوبه بعنايه لا تفوتك. على كل حال الجزء الثالث قادم سنه 2023، ويشاع انه احداثه بتكون قبل احداث الجزء الاول والثاني. بعض المصادر يا جماعه تقول انه شركه لاينز جيت تفكر بشكل جدي انها تطور لعبه مشتقه من سلسله افلام جون ويك، وانا شخصيا اشوف انها فكره جدا جدا ممتازه، بالذات انه سلسله افلام جون ويك سلسله لها شعبيه جدا كبيره حول العالم. اهم شيء بس انها في النهايه تطلع لعبه سنعه، مش حاجه تجاريه يدوروا من وراها فلوس. فاكرين الاشاعات اللي انتشرت يا جماعه حول هنري كافل انه راح ينضم الى مسلسل آلة التنين بطريقه ما؟ احب اقول لكم يا جماعه انه هنري كافل اخيرا علق على الموضوع وقال انها راح تكون فكره جدا جدا رهيبه لو فعلا صارت، واكمل كلامه وقال ولكن اعتقد انه ما فيش مكان ليا. صدقني يا هنري، حتى لو ما في مكان لك، لو عندي القدرة وعندي الواسطة وعندي العلاقات راح أوفر لك وأخلق لك مكان في هذا المسلسل. يا جماعة ترى الممثل هنري كافل ممثل مرة رهيب وأحترمه جدا، أتمنى HBO كذا بطريقة ما يتأثرون بهذه الأخبار والإشاعات اللي جالسة تدور ويضفوه فعلا في مسلسل هاوس أوف دراجون، لأنه بيكون إضافة جدا رهيبة. فيلم سمايل وفيلم ذا وومن كينج وفيلم ذا جود نيرس يتوفروا بجودات
ايرادات عاليه. اخترت لكم هذه الثلاثه افلام بالتحديد لانه يفترض انها افلام كويسه وتستحق المشاهده بشهاده كثير من الجمهور والمراجعين، فلو حابين تتابعوها ترى توفرت بجودات عاليه. وختاما يا جماعه، والخبر اللي راح يهمكم بالتحديد اذا انتم من محبي الانمي ومن محبي عالم ون بيس، احب اقول لكم انه قبل كم يوم بدانا متابعه انمي ون بيس انا والمتابعين على قناتي في تويتش. تقدر الان تلحقنا وتروح تتابع معنا او تروح تشوف البثوث المحفوظه على التليجرام او الانستغرام، واذا وصلت لنا تقدر بعدها تجي تتابع معنا لايف. خلصنا تقريبا ثلاث اركات الى الان والامور مره رهيبه وكل شيء على العال. انا مبسوط، المتابعين مبسوطين، وهذا اهم شيء. وفي حال انك تسال هل انت يا ويجيه تتابع ملخصات ولا كامل، احب اقول لك عيب عليك، انا اتابع ملخصات يا بالله علي، انا ما اتابع الا كامل حلقه حلقه. 1036 حلقه تقريبا باذن الله راح اشوفها كلها. اغلب المتابعين قاعدين يقولون اوه يا ويجيه الله يعينك على التمطيط والحركات اللي ما لها لازمه في هذا الانمي، وانا من جهتي اقول لكم يا جماعه التمطيط سنه في عالم الانميات او في كثير من الانميات على الاقل، وحاجه قابله للتعايش معها اذا انت تحب العمل اللي تتابعه. وانا للامانه جدا جدا مهتم اني اتابع ون بيس واعرف ليش قاعد يحظى بهذه الشعبيه، ومش بس كذا انا بديت احب الانمي اوريدي. على كل حال يا جماعه، رابط التويتش في صندوق الوصف وباقي الحسابات. يعطيكم العافيه، تقدروا تضغطوا على زر اللايك لو عجبكم الفيديو وتدعموا القناه ببلاش. كان معكم الوجيه، اشوفكم في الفيديو القادم.